بعملك الذي قمت به. كيف؟ أليس برحمة الله؟ بسبب عملك الذي قمت به. كيف؟ لأن الله هو الذي أخبرنا. وتلكم الجنة ونودوا في أرض المحشر ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والآية التي سمعتموها في الصلاة: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أيضا ماذا؟ فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وماذا أيضا؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وماذا أيضا؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وماذا أيضا؟ هكذا القرآن يخبرنا. إياك وفلسفة أولئك الذين يثبطون الناس عن العمل الصالح. العمل الصالح هو من رحمة الله، وليس الدخول فقط بالرحمة من غير أن تعمل. لابد من عمل بنصوص قطعية في كتاب الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بالرحمة أو بما كانوا يعملون. فأولئك لهم جزاء الضعف بإيش؟ بالرحمة أو بما عملوا. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بماذا؟ بما رحمتم أو بما كنتم تعملون. والعمل هو توفيق من الله، ولذلك المؤمنون يقولون فيه: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وفقنا لهذا العمل. هذه رحمة الله. الجنة هي الرحمة، ويدخلهم رحمته، يدخل من يشاء في رحمته. الرحمة الجنة، الجنة هي الرحمة، والوصول إلى هذه الرحمة بأن يوفقك إليها. ويدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم. إذن الرحمة هي الجنة هناك، فاسعى إلى الرحمة، اعمل لأجل أن تجد الرحمة من الله عز وجل. وإذا عملت فاعلم أن عملك ذلك هو رحمة من الله وفقك لها. ولذلك سيقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبينما هم كذلك في أرض المحشر، إذ يتفاجؤون بالشفاعة من هنا وهناك، شفاعة ليس للمجرمين أو للمصرين، ليس للمذنبين العاصين المصرين، بل للتائبين، بل للراجعين. وإليكم قانون الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هؤلاء تابوا فوعدهم الله جنات،